حطيت الليمون في درج الغسالة وبجد ما توقعتش النتيجة. فكرة النهاردة بجد فكرة هتعجبكم جدا، فكرة ما جاتش على بالك قبل كده. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هتعجبك وهتقومي تعمليها على طول. وأول فكرة معايا، هتعملي بقى عجينة للصراصير والنمل، بجد مش هتستغني عنها في البيت، بحاجة موجودة في البيت ومش مكلفة خالص. أول حاجة هتجيبي بولة وتحطي فيها معلقتين من النشا، عليهم معلقتين من الخل، وعليهم رشة من البيكربونات، هخلطهم بقى كويس جدا لغاية ما تبقى عندي عجينة متماسكة. هنا انا هضيف حبة نشا كمان علشان العجينة تربط معايا كده، بالظبط معلقتين من النشا عليهم معلقتين من الخل ورشة من البيكربونات. تعالي بصي بقى شكلها العجينة اول ما بتلم معاكي. فعلا عجينة سحرية للنمل والصراصير، بصي شكلها، هتحس ان هي متماسكة معاكي بس هي سايبة خالص. بصي كده هي جاهزة معايا، تعالي بصي شكلها، هوريها لك برضو على ايدي القوام اللي احنا عايزينه. العجينة بقى حلوة قوي للقضاء على الصراصير والنملة، هتقدري تحطيها في اي مكان في البيت، في كل اركان البيت كده، هتحطي منها اجزاء في كل جزء في البيت، بجد مش هتلاقي نمل ولا صراصير تاني. وتاني فكرة معايا، هتجيبي البصل وتحطي فيه القرنفل، وتعالي اقولك بقى الفكرة دي هتفيدك في ايه. الفكرة دي هتفيدك للقضاء على الناموس والدبان، بجد حاجة حلوة قوي وموجودة برضو في البيت ومش مكلفة خالص. هتجيبي نص بصلاية وتحطي فيها أعواد قرنفل كده، عايزة أقولك مش هتلاقي ناموس ولا دبان في البيت خالص، ولا حتى الهاموش اللي بيبقى على الموز مش هتلاقيه تاني بعد ما تعملي البصلاية بالقرنفل دي، ريحتها طبعا هتقضي عليهم. اول حاجه هتجيبي قشر البصل وتغسليه كويس جدا وتحطيه كده في مصفى لغايه ما يصفي الميه بتاعته كلها، وبعدين هتحوشيه بقى في برطمان كده وتحطي عليه ميه مغليه. تقدري طبعا تستغني عن الخطوه دي وتغليه في ميه على البوتاجاز، بس اسهل حاجه ان انت تحطيه في ميه مغليه لمده 10 دقائق مع عيدان كده من القرنفل، وتغطيه بقى كده لمدة 10 دقايق، وهو لسه بقى سخن كده هتصفيه وتاخدي المية بتاعته. القرنفل بقى اللي احنا حطيناه ده بجد قضى على ريحة البصل. هي هتجيبي بقى حبة من المية اللي احنا غلينا فيها مية البصل، وهتحطي عليها معلقة من القهوة، هندوب بقى القهوة كويس جدا. دي بقى لو عايزة شعرك يطول، لو شعرك مش بيطول كده وعايزاه يطول، هتقدري تعمليها، تغسلي شعرك قبل الشاور بكوباية المية بالبصل وعليها القهوة دي، بجد سحر، هتساعد بقى على نمو الشعر وشعرك هيطول. تقدري بقى تعمليها مرتين في الأسبوع قبل الشاور بتاعك. وخامس فكرة معايا، هتجيبي برضو حبة من مية البصل كده اللي احنا غلينا فيها القشر، وهتحطي فيها معلقة كبيرة من النشا أو الدقيق. تعالي بقى نعمل ماسك طبيعي للبشرة لتفتيح وكمان معالجة جفاف البشرة، عايزة أقولك بجد سحر، مفيش أحسن من المواد الطبيعية للبشرة، هتلاحظي الفرق لمجرد ما هتعملي مرة واحدة بس.
عايزة أقولك أنا هجربهولك على إيدي وبجد هتلاحظي الفرق، تفتيح ونعومة وبجد تحفة جدا، أتمنى تجربوه بجد. الوصفات كلها تحفة جدا، أتمنى تجربوا وصفات قشر البصل لأنها تحفة جدا وما ينفعش ترموها تاني بعد الفيديو ده. أتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله. وتالت فكرة معايا وهي الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، حطيت الليمون في درج الغسالة وبجد ما توقعتش النتيجة، بجد النتيجة عجبتني جدا، فكرة استفدت منها وقلت لازم أفيدكم كمان. تعالي بقى اما اقولك على فكرة النهاردة، هتجيبي درج الغسالة، طبعا انا مكنتش اعرف ان هو بيتغسل كل شهر او كل 3 اسابيع، لا انا كنت بسيبه خالص وحط فيه المسحوق وخلاص، اكتشفت بقى ان هو لازم يتغسل. تعالي بقى اما اقولك هتغسليه ازاي بطريقة سهلة جدا وبنص ليمونة بس هترجعيه وكأنه جديد، مش هتستخدمي اي منظفات ولا اي حاجة مكلفة خالص، هي نص ليمونة هتجيبيه وهتدعكي بيه الدرج كويس جدا. بجد نص ليمونه دي سحر، بصي من غير اي منظفات ولا اي حاجه، مجرد بس ما تدعكي بنص الليمونه هتلاقيه نضف معاكي. بصي الجنب اللي انا عملت فيه، بصي انا هدعكه كله بقى بنص الليمونه. تعالي بقى شوفي شكله بعد ما غسلته ودعكته كويس جدا، بصي شكله بجد رجع حلو قوي. عايزه اقولك ان انا شلت فيه كتير جدا وما استعملتش اي منظفات خالص، لو استعملت بقى بيكربوناته على خل وليمون هينضف لي بقيته كويس جدا، بس انا عايزه اقولك ان بالليمونه بصي بتوصلي لمرحله ايه، من غير اي حاجه ولا منظفات ولا اي حاجه، بالليمونه بجد بتحس ان هو نضف جدا ومفهوش اي حاجه خالص، ده من غير ما استعمل اي مواد كيميائيه خالص، بنص ليمونه ومن غير مواد كيماويه قدرت انضف الدرج بتاع المسحوق. اتمنى بقى تكون فكره النهارده عجبتكم واستفدتوا منها، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانيه ان شاء الله.